اهلا بكم من جديد. تحدثنا بالفيديوهات السابقة عن الاعداد النهائي للخارطة. تحدثنا في من خلال 11 فيديو وصلنا الى شبكة الاحداثيات. ومثل ما قلنا انه احنا عندنا النظام الاول اللي شرحناه بالفيديو السابق اللي هو هذا النظام اللي استخدمناه في هذا الداتا فريم اللي هو سميناه جراتيكيول، يعني خطوط طول وعرض. وبنفس الوقت قلنا اكو نظام ثاني اللي هو احنا ممكن نستخدم نسميها الشبكة اللي هي جريد. لو تذكر بالبداية الفيديو السابق أول ما بدينا بالباوربوينت قلنا اكو شيء اسمه جريد واكو شيء اسمه جراتيكيول. الجراتيكيول اللي هو خطوط الطول والعرض. اليوم راح نشرح شنو هو الجريد للتطبيق على الداتا فريم. مثل ما شوف احنا الخارطة النهائية اللي عندنا بها داتا فريم عدد 2، واحد للخارطة الأساسية وواحد للخارطة المشتقة منها. وأيضا ضمن هذا الداتا فريم مفتاح الخارطه وضمن اضافه صور وملف اكسل وثلاث انواع من التكست اللي هو العنوان والدايناميك تكست والستاتيك تكست اللي هو هذا. اوكي، حتى نشتغل على هذا انا خليت مثال فقط لل يعني مراجعه سريعه انه هذا احنا راح تجينا بعض المصطلحات. هذا نسميه اللاين اللي هو هذا مثل ما تشوف اللي هو شبكه اللاين. هاي المنطقه لو شوف هاي الارقام، هاي الارقام احنا نسميها ليفل، زين، وعندنا بها اكثر من طريقه للتنسيق. وعندنا هاي الخطوط اللي هي ايه نصير هذا نسميه التك، اللي بنفس الوقت ايضا ممكن يكون عباره عن شبكه من التك اللي هي موجوده في الوسط اللي هي هذه اللي احنا سميناها تك. يعني انت الجريد ممكن يكون عندك لاين وممكن يكون عندك تك. اوكي، خلينا نسوي هذا الداتا فريم، ما نسوي له جراتيكيول مثل هذا وانما نسوي له جريد. فروح الى الداتا فريم المعني اللي هو الخارطه الاولى ورايت كليك اكتيفيت، ثم ثم نقف على الداتا فريم مره اخرى ونقول له بروبرتيز ونصل الى الداتا فريم بروبرتيز. او ممكن تصلوا الى من قائمه فيو تختار داتا فريم بروبرتيز ويطلع عندك انت بالبدايه او ما يظهر عندك جنرال، لكن احنا نروح باتجاه جريد. مثل ما شوف عندنا هاي الثلاثه، طبعا راح هسه نلغيها كلها، نسوي لها ريموف ونأشر الباقي ايضا نسوي لها ريموف حتى نبدا بدايه جديده. هسه لو نعطي ابلاي راح يختفي هذا الجريد اللي عندنا. نبدا نعطي نيو وراح هو يطلب من عندنا جراتيكيول لو ميجر جريد لو ريفرنس جريد. العفو، الجراتيكيول مثل ما قلنا اللي هو عباره عن خطوط طول وعرض. انت مجرد تغير راح هو يغير لك البريفيو. فنقول له احنا نريد جريد اللي هو عباره عن شبكه، فشوف غير لك العرض. لو تريد ريفرنس جريد، ريفرنس جريد يختلف عنها انه يقسم لك اياه الى مربعات 1 2 3 الى كذا حسب العدد اللي تريده او الى حروف. خلينا هسه بالجريد وممكن انت تسميه شبكه او بالاسم اللي انت تريده حتى تميزه، يعني ممكن يكون عندك اكثر من واحد حسب ما انت تحتاج. سميناها شبكه مينوا ونقول له نيكست. ايضا انت راح تحدد هل تريد يظهر عندك فقط ليفل، يعني فقط هذه بدون خطوط بدون اي شيء. لو تريد تيك ماركس اند ليفل، يعني تريد مثل ما كان قبل شويه ظهر عندنا هذا الزائد علامه الكروس الزائد والليفل، يعني تريد ارقام تظهر عندك وتريد معاها التيك اللي هو هذا الزائد، واللي انت ممكن ايضا تغير الستايل ماله حسب ما انت تحتاج، حسب ما انت ترغب بالستايلات اللي موجوده عندك. او انه انت جريد اند ليفل، يعني الجريد شنو قلنا؟ شبكه من الخطوط المتقاطعه بالطول والعرض ومعها التسميات. في الغالب احنا نستخدم هذا، لكن اذا شفتوا شوه الخارطه مثل ما شفت هسه هنا شويه الخارطه تبدو مشوهه الا اذا احنا خففنا اللون، استخدمنا بدل الاسود لون اخر، او ممكن نستخدم الوان يعني خطوط متقطعه. بعد ما اخترنا الجريد راح نختار نظام الاحداثيات. خلي نحدد نظام الاحداثيات انه بدل ما الجغرافي نخلي نظام الاحداثيات يو تي ام حتى نستخدم اكس واي. اوكي، شوف هسه هو حولك الاكس واي. هنا عندك الانترفال، الانترفال يعني شنو؟ يعني الفتره بين كل بين الاكس والواي ايش قد راح تكون. هنا حاليا حددها بين خط وخط ايش قد؟ 66841 متر، وبالنسبه للواي 48000 الى اخره. ننطي نكست راح يطلب من عندنا الاكسس. احنا عندنا الاكسس هي هاي هاي الاكسس هذا، زين، وهذا الاكسس الثاني. بالاكسس يقول لك انا اقسم لك الميجر ديفيجن، يعني التقسيمه اخلي لك بها تكس، يعني هاي الشرحه اللي سميناها تكس
اوكي خليه زين. الستان مالها شلون يكون؟ ممكن يكون لون او ممكن يكون بلون ثاني انت تختار، وخلي مثلا نختار هذا اللون الغامق، والسمك نقول له اوكي. زين الماينر ديفيجن، ماينر ديفيجن شنو المقصود به؟ يعني احنا هسه هذا عندنا هنا تك، عندنا هنا تك. الماينر ديفيجن تقسيمه داخليه بين الخطوط تصير. زين اوكي، ممكن احنا نعطيها واحد زين او نعطي اثنين اوكي. والليفل عندنا هذا ممكن انت تحدد الستايل مال الليفل مالك اللي هو هاي الارقام، تختار الخط والنوع والبي يعني باوت لو نيك لاين لو اندر لاين حسب ما انت تحتاج. راح نعطي نكست، راح يطلب من عندنا هل اسوي بوردر، هل اخلي لك يعني حدود، هل اخلي لك نيت لاين اللي تذكر احنا سبقنا تكلمنا عن النيت لاين ام لا. وعندنا اهم ميزه انه هل انا اخزن لك اياه كستاتيك جرافيك زين، بحيث انت ممكن تسوي اديت لكل واحد بشكل منفصل اللي هو التكست او مثلا الليفل او لو نتعامل معاه كقطعه واحده. هذا لو انت خليت هذا الخيار شنو اللي راح يصير؟ انت ما راح تعدل الزو، تسوي زوم اوت او زوم ان، هذا يعني ما راح يكبر ويصغر مع حجم الخارطه. اما لما انت تستخدمه كفيكس ذات ابديت وتشنج، يعني معناته راح هو يسوي ابديت للحجم والتفاصيل الاخرى عن طريق، عن طريق شنو؟ عن طريق يعني يحدث اول باول كل ما انت سويت زوم ان او زوم اوت على عكس الاول. هسه ما راح تقول له فينش، راح نعطي ابلاي، نضغط اوكي، ومثل ما تشوف بدا احنا اظهر لنا النظام الاحداثيات او عفوا الجريد. الجريد ظهر عندنا بشكل مائل، ليش؟ لان احنا استخدمنا يو تي ام، في حين احنا عندنا الداتا فريم بالاصل والصوره الجويه هو نظام الاحداثيات دبليو جي اس اللي هو الجغرافي. اوكي هسه لو نروح نقرب حتى نشوف، مثل ما نشوف هسه هو بدا يظهر لنا اياها باي اسلوب، بدا يظهر لنا اياها باسلوب مثل ما قلنا لاين اوكي، يعني جريد اوف لاين، يعني هو عباره عن شبكه من الخطوط، وايضا اكو بها تك اللي هي احنا سويناها سب ديفيجن اثنين، مثل ما نشوف هذا التك الاول وهذا التك الثاني. لو احنا نريد نغير بالاعدادات راح اروح الى رايت كليك على الداتا فريم ونقول له بروبرتيز، ونجي الى نختار هذا البروبرتيز حتى نبدا نغير. خلي بالبدايه نزحفها حتى يشوف التغييرات دائما اول باول. نضغط على بروبرتيز وراح نشوف نفس الاجراءات اللي سويناها في الفيديو السابق، من شرحنا انه احنا عندك هذا الاكسس تقدر تغير التكس وين تظهر عندك في اي بالميجر اكسس زين، والسب ديفيجن تكس اللي حكينا عنها هاي اللي داخل المربعات ممكن تظهر انت في التوب في البوتوم في الرايت في اي اكسس انت تريده. الليفل ايضا وين تريد يظهر، احنا حتى لا يصير تداخل مثل ما قلنا مع الداتا فريم الثاني نلغي الرايت، فالرايت ما اريد زين، راح يبقى عندنا التوب، ونلغي البوتوم ايضا ممكن ما نحتاجه، نخلي الليفت والتوب. هذا بالنسبه للاكسس. اوكي هسه خلينا نعطي ابلاي يشوف زين، اخفى الليبس الموجود في هاي المنطقه. بعدها انت تبدا تغير بعض مثلا الليفل ستايل اللي تريده، اروح للاديشنال بروبرتيز راح ينطينا خيارات اخرى حسب ما احنا نحتاج او اللي احنا نفضل. اوكي احنا بالبدايه هسه انت تشوف الفونت ما ظهر عندك، الفونت جدا صغير، ممكن نسويه الى 11 مثلا، وممكن ايضا الفيرتيكال ليفل يعني انت تخليه عمودي على هذا الخط، حاليا هسه هو عمودي، ممكن انت الليفت والرايت فقط، يعني لو بدك مثل هاي الطريقه تفرق الكتابه. وراها عندك اللاين، هل هو حاليا جريد اوف لاين شبكه من الخطوط، لو انت تريد تحولها الى تكس تقول له شو جريد اوف تكس او دونت شو لاين اوف تكس، فقط ليفل حسب ما انت تحتاج او ترغب. اوكي ابلاي، ننطي الان ابلاي، حول لنا هي بدل ما خطوط الى جريد اوف تكس. خيارات اخرى عندك انت السيستم اللي هو نظام الاحداثيات، احنا حاليا نستخدم النظام الجغرافي فاظهر لنا اياها بهذا الشكل. انت ممكن عندنا الانترفال، حاليا الانترفال ظهر عندنا مثل ما اشوف هسه ظهر عندنا 1 2 3 اللي احنا عم نستخدم حاليا، النظام اللي عم نستخدمه هو الديسيمال، احنا نريد الوحدات
تكون في النظام المتري، لأن احنا نستخدم يوتيام فنخليها متر. نضغط على اوكي ونشوف ايش راح يصير. اوكي ننطي ابلاي. مثل ما نشوف هسه احنا نظام الاحداثيات ما ظهر عندنا، ليش؟ لان الانترفال غيرنا الوحده لكن ما غيرنا الانترفال. يعني احنا عم نحكي عن متر، النظام اللي سوينا الوحدات بالمتر. فالاكس اكسس كل 0.6 متر راح يخلي لنا خط، فهذا الشيء اكيد ما منطقي لان هاي المسافه تقريبا حوالي 200 كيلو متر. يعني حوالي 200,000 الى 300,000، فاذا غيرنا المتر لازم نغير الاكس اكسس ونسويه مثلا كل 50,000 متر يخلي لنا خط كشبكه، وبالنسبه للواي اكسس ايضا كل 50,000 ننطي، ممكن نسويها 40 ممكن نسويها 20 ننطي ابلاي اوكي. شوف الان هسه بدات تظهر عندنا كجريد لان احنا حولناها الى لاين. لو تريد ترجعها الى لاين تروح الى اللاين بدل ما الجريد اوف تكس تقول له شو جريد اوف لاين وننطي اوكي ننطي ابلاي. اذا الانترفال جدا مهمه. هسه شوف احنا خلينا ننطي اوكي ونزوم على هاي المنطقه اوكي، راح اشوف انه يقرا لك 300,040 هذا حسب النظام المتري. لو تروح الى الواي راح يشوفه اوكي 4 ملايين 50. اذا القصد انه حاليا احنا عم نستخدم نظام يو تي ام اللي هو الاكس والواي واللي هو يتكون من 7 مراتب بست مراتب. اذا شفت شبكه الاحداثيات هذه الموجوده متقاربه، ايضا قلنا ممكن انت تغيرها خلي انت او تسويها شويه اكثر، تروح الى الانترفال. قلنا الانترفال جدا مهم، بدل ال 50,000 سويها مثلا كل 60,000 وننطي ابلاي اوكي ثم ابلاي مره اخرى. هسه مثل ما تشوف احنا بعدنا بين الخطوط اكثر. القصد انه انت من خلال البروبرتيز ممكن تتحكم بكل التفاصيل، انترفال، نظام الاحداثيات، اللاين. اللاين ايضا انت بدل ما تستخدم ممكن تستخدم لون، قد يكون انت تحب يكون اللون مثلا شفاف او لون مميز خلي يكون مثلا هذا. اكيد هو ستاندرات لكن احنا فقط الموضوع حسب ما انت ترتئي بحيث حتى ننطي جماليه اكثر للخارطه. بقى احنا مثل غطينا بالفيديو السابق وعدناها مره اخرى الانترفال، السيستم، اللاين والليفل اللي هو اللي يخص بالحجم مال التكست وين يظهر فقط فوق اعلى اي يمين اسفل يسار الى باقي التفاصيل، والاكسس اللي هو يخص التكست تظهر داخل انسايد او اوتسايد. يعني يمكن حتى لا نطول الفيديو اكثر راح نتوقف هالمرحله. اوكي مثل ما تشوف هسه غيرنا التكست سويناها الى الداخل واكملنا كل التفاصيل، اظهر عندنا سوينا شبكه الداتا فريم الكبير باليو تي ام والداتا فريم الصغير اللي هو خاص موقع الخارطه الاساسيه من جمهوريه العراق، وين سويناه باستخدام الجراتيك فيول اللي هو خطوط الطول والعرض. راح نكمل الفيديو الجاي نستخدم الريفرنس جريد اللي هو عباره عن مستطيلات اي وبي نفس الاسلوب، لكن خلينا نسويه حتى نكمل التوضيح. شكرا لمتابعتك هذا الفيديو وتقبل ارق تحياتي.